دهر الطلائع رحلة عبر الحياة الأولية في ظلمة الزمن البعيد، حيث تتكامل الألغاز العلمية مع جمال الخلق البدائي. بدأت أبدية الحياة الطليعية أو الأولية، والتي تمتد من حوالي 2.5 مليار سنة إلى 541 مليون سنة مضت. إنها فترة من التغيرات الدرامية، حيث شهدت هذه الأبدية ولادة الحياة كما نعرفها اليوم. البداية سماء غائمة بغازات غامضة. تخيل الأرض أمام طليعة الحياة، سماء محاطة بغلاف جوي يتكون من غازات الكبريت وآخر يحتوي على القليل من الأكسجين. كان العالم أشبه بجحيم لا يطاق، حيث تثور البراكين باستمرار وتفيض المحيطات بالمعادن الثقيلة. في هذه البيئة المعادية بدأت تتشكل أولى ملامح الحياة. عاشت الكائنات الحية الأولى الميكروبات في الظلام، تتغذى على المواد الكيميائية القاسية. مع مرور الزمن ظهرت مخلوقات جديدة أكثر تعقيداً تسمى الزراز، وهي مخلوقات دقيقة قادرة على القيام بعملية البناء الضوئي. وبينما كانت هذه المخلوقات الصغيرة تعمل ببطء، إلا أنها غيرت وجه الأرض بطرق لم يتخيلها أحد. الأكسجين الشرارة التي غيرت كل شيء. ومن خلال عملية البناء الضوئي بدأت الزراز في إطلاق الأكسجين في الغلاف الجوي، مما أدى إلى كارثة الأكسجين الكبرى، وهي أول ثورة بيئية على الإطلاق. وبينما قد يبدو الأكسجين اليوم أساس الحياة، إلا أن هذا الغاز كان في ذلك الوقت سماً لكثير من الكائنات الحية. فقد تسبب الأكسجين في تدمير معظم الكائنات اللاهوائية التي سادت الكوكب، ولكنه في المقابل مهد الطريق لظهور أشكال جديدة من الحياة. وبدأت قشرة الأرض تتحول تدريجياً، وتراكمت الأكسدة على الصخور لتشكل تركيبة من تشكيلات الحديد المخططة التي نراها اليوم شاهداً صامتاً على تلك الحقبة. تحولات عظيمة من البساطة إلى التعقيد. ومع ارتفاع مستويات الأكسجين بدأت الكائنات الحية تخوض طفرة تطورية غير مسبوقة. لقد ولدت الخلايا ذات النواة الحقيقية، خلايا لها نواة داخلية وأعضاء، مما أعطاها القدرة على تنظيم عملياتها بكفاءة أكبر. لقد فتحت هذه الخطوة الثورية في تاريخ الحياة الباب أمام التنوع البيولوجي الهائل. لكن الكوكب لم يكن مكاناً هادئاً. لقد شهدت أزلية فانغارد فترات جليدية قاسية تعرف باسم كرة الثلج الأرضية، حيث غطى الجليد الكوكب بأكمله. تخيل محيطات متجمدة وسماء مليئة بالغيوم الباردة. على الرغم من هذه الظروف القاسية، تمكنت الحياة من البقاء، مما يعكس قدرة مذهلة على التكيف. في ظلام أعماق المحيطات، حيث لا تصل أشعة الشمس، انبثقت الحياة متعددة الخلايا، وهو تطور بيولوجي مذهل. في نهاية أزلية فانغارد، ظهرت الكائنات متعددة الخلايا لأول مرة. كانت هذه الكائنات البسيطة هي البذور الأولى لما سيصبح لاحقاً نباتات وحيوانات. كانت مستعمرات الخلايا تعمل بتناغم غريب وتتعاون من أجل البقاء. ومن بين هذه التعاونيات البدائية ظهرت أول الكائنات الحية ذات الأنسجة المتخصصة، مما أدى إلى تقدم غير مسبوق في التطور. الجانب الجيولوجي لوحة من الصخور. لم تكن أبدية فانغارد مجرد حقبة بيولوجية، بل كانت أيضاً حقبة جيولوجية مليئة بالأحداث. تشكلت القارات الكبرى الأولى نتيجة للتصادم والاندماج، وأدت هذه الحركات التكتونية إلى ظهور سلاسل جبلية عظيمة.